السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله طيبين. معاك نينجا فورس مع تختيمة أخرى للعبة أخرى، لعبة رايم أو الصقيع بالعربي. هذه اللعبة تستخدم محرك الريل إنجن، من أقوى محركات الألعاب إذا ما هو الأفضل على الإطلاق. هذه اللعبة راح تكون لعبة مغامرات وألغاز، تشغل فيها عقلك. لعبة ممتعة. يلا نبدأ لعبة رايم أو الصقيع. أنا لعبت منها جزء بسيط عشان أشوف اللعبة وأشوف جرافيكس اللعبة وطريقة اللعب فيها. فالآن راح نبدأ اللعبة من جديد. زي ما قلت، هذه اللعبة لعبة مغامرات وألغاز. إلى الآن صراحة جرافيكس اللعبة مرة رهيب مرة رهيب. جرافيكس البحر شيء خرافي. شوف الأسماك كيف تحت الجبال والطيور، حركة الأشجار. هذا بداية اللعبة بس، يعني أتوقع اللعبة راح يكون جرافيكسها شيء خرافي، راح تكون بنفس هذا الأداء. بالنسبة للجرافيكس ما أتوقع إنه راح يكون يتغير لنهاية اللعبة، لأن المحرك مرة ما عليه كلام، اللي هو الريل إنجن ذا محرك بطل. أكثر الألعاب الحين صارت تستخدم هذا المحرك، بدأت تتجه للمحرك هذا. وألعاب الظاهر 2017 أو 2018 احتمال كبير إنه راح تتجه للمحرك هذا. انا اغلب الالعاب اللي شفتها على المحرك هذا كلها العاب الجرافيكس فيها راح يكون مو راح كان بطل. حلوه حركه ال الشخصية في الجري كذا، منزل من جد الحركة واقعية. طيب هنا ايش فيه؟ التماثيل هذه يعني لازم اكمل التماثيل هذه. طيب هناك تمثال،
فنزير. هذا أول تمثال. ها. طيب وين يروح الحين هذه اللمعة دي؟ وين تروح؟ تروح للتماثيل اللي تحت. طيب حلو. وش الأقرب، هذا ولا هذا؟ راح أروح لهذا أول شيء. والله لا بعيد هذا. كأنه يرقص ينزل كذا من فوق طلعة. طيب هذا قريب الظاهر. هذا المعلم حقه هنا، معلم مدري أبوه مدري. ترى فكس الموية مرة خرافي. رسوميات في اللعبة ما عليها كلام، مرة ما عليها كلام. طيب راح اكبس الموية على طول. باقي لي دحين تمثالين بس. هذه اللعبة شبيهة الرسوميات حقتها بالرسوميات لعبة زلدة، اسطورة زلدة. اوه هذا الخنزير مقفل علي، المعفن ذا مقفل علي الطريق. طيب ايش تاكل؟ فواكه. نعرف الخنازير تاكل. الله يعزكم ما بقولها. تلاحق فيها تبغى الفاكهة ذي. طيب تعال يا دب. اوح هذا ما يتفاهم ذا ابو خشب. طيب الحين باقي لي كم تمثال؟ باقي لي تمثال واحد الظاهر. تمثال واحد. وين مكان التمثال؟ هناك.
طيب راح اجي من الخلف. اقفز هنا على الجهة دي. اوه شوف كيف لمعت الشمس على البحر. طيب اقفز فوق. على الجهة الثانية اطلع من هنا. بعض الناس يفكر ان بعض الشباب يفكر ان الالعاب هذه العاب صغار، العاب اطفال. لا، هذه العاب ما يلعب اطفال، هذه العاب تبدا من سن تقريبا 3 سنوات ما فوق. إلى لو عمرك 60 سنة تقدر تلعب اللعبة هذه. مو عشان إن الرسوميات حقتها رسوميات أنيميشن ما يلعبها الأطفال، لا، حتى الكبار يلعبونها. بس هي تبدأ من سن 3 سنوات تقريبا. هذا آخر تمثال. روح هو يطيح على راسه. طيب الحين واروح للموقع اللي فيه التمثال الكبير ذاك. طيب كذا راح انزل من هنا. اطلع يلا. اللعبة فيها يتغير الليل والنهار على حسب التوقيت تلقائي من نفس اللعبة، وهذه حركة حلوة صراحة في الألعاب. كذا خلاص الحين باقي لي بس أصيح.
اللعبة كمان تعتمد على الخيال بشكل كبير. حجتني دوخة. اطلع فوق ذي الحين، اصيح على هذا يتحرك واطلع فوق. هذا الخنزير وراي وراي. لقيت أخوي في الجزيرة دي. عجبتني حركتك كذا، يرفع رجوله في الموية. حلو، طيب كذا البوابة فتحت. طيب ذي الحين احتاج اكمل الباب هذا الظاهري، القطعتين مع بعض. طيب اطالع من هنا، كذا الباب اكتمل. اطلع فوق هنا، اسحب الحجر هذا. اجيبه هنا. خلاص كذا كافي. سلك فوق كمان. ايش ذا؟ وزغ. طلع الحذيان، طلع الحذيان، طلع الحذيان، طلع الحذيان. الحق الحق. اقعد اصيد وزغ. طيب الحين اكمل باقي القطع اللي هناك، اجيبها اسحبها. Thank you.
كذا خلاص كافي. اكتمل الباب. طيب هنزل من هنا. حركة أشجار مرة رهيبة مع الهواء. كذا الباب إذا فتح اسحب الحجر هذا. اجيبه هنا. اطلع واقفز فوق. طيب وبعدين وين اروح؟ وين اروح؟ انزل تحت هنا. انزل خل الخوف هذا انزل يا جبان. ابوك مدري معلمك اباك يطلع بطل وانت خواف. طيب اكمل القطعة هذه. اول شيء احط القطعة هذه على الباب. والف هذه هنا. ايش صار الحين؟ ذا الحين اكتملت القطعة هذه. اول شي خلنا نلف هذا على الجهة الثانية. كذا خلاص. احرك القطعة واوديها مع القطعة اللي قدام ذي عشان يكتمل الباب اللي هناك تحت. يصير تفتح لي المدينة الثانية. كذا كافي. عجبتني الطيحة كذا على الورا. هذا المعلم حقه. أدري أبوه مو المعلم. لأن في الصورة جاي هو وأبوه ذا وأمه. ما أدري ليش بس أحس إن نهاية اللعبة راح يكون حلم. يحلم. ما ادري عندي توقع زي كذا ما ادري صحيح ولا بس عندي احساس انه في الاخير راح يكون هذا حلم.
هذا هو المفتاح. اللعبة اسمها رايم اللي هو الصقيع، لأن المكان اللي هو فيه هذا كله ثلج. طيب الحين هذه لازم اصيح عليها واحد واحد، وصعبة اني اصيح عليها واحد واحد في الوقت نفسه، لكن راح اتجه للباب ذا الذهبي. طيب شكرا، فتح لي البوابة. هذا مقفل، راح اخلي الخنزير هو اللي يفتح البوابة دي. افتح البوابة. هذه الكورة حطها هنا. نحتاج الحين نرميها على الجهة الثانية. حلو. كذا راح يفتح لي الباب. اطلع فوق يعني؟ ايه اطلع فوق. فوق كمان، اركز على الجهة ذي. كذا وصلت الكلب، مدري الثعلب هذا ما ادري هو كلب ولا ثعلب، لكن عاد الصوت صوت كلب والشكل شكل ثعلب، عادي ما يفرق. حيوان أليف، حيوان أليف السلام. طيب الحين هنا في صعوبة شوية، عندي كورتين بس. طيب راح اخذ الكرة هذه، اذا اخذت الكرة من هنا راح يقفل الباب. طيب راح انزلها هنا واشوف، راح تنزل هنا. احتاج كرة في المكان هذا. طيب في سمكة هنا فوق، انزل انزل انزل، الكرة راحت. طيب احطها هنا، فتح لي الباب. احرمي الكورة على هذه الصخرة اللي ترتفع عشان اقدر بعدين اخذها واحطها على اللي فوق، مكان الكورة اللي فوق. لا كذا، لا ولا كذا صح. طيب خلي هذا ينزل. لا غلط، محتاج اني ارفع الصخرة اللي عليها الكورة. طيب حلو كذا، خذ الكورة. الان راح ارميها في الجهة الثانية اللي هناك. كذا كويس. ايش اسوي ذا الحين؟ لا لا لا،
انزل الصخرة ذي. يصير الحين بس احط الكورة على هذه ينزل لي، تنزل لي البوابة ذي اللي فوق كذا، خلاص اقدر اطلع لفوق. الحين اسحب الكورة الاخيرة ذي واحطها في المكان اللي يفتح لي فيه البوابة. لا 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 كذا خلاص. طيب الحين راح اطالع من هنا على المفتاح هذا، اخلي المفتاح الصغير على المفتاح الكبير ذا الذهبي. كذا فتح معايا. عايشير مفتاح اخذه. الان باقي بس اني اخذ المفتاح واحطه في التمثال. التمثال اللي حطيت فيه مفتاح، باقي المفتاح هذا هو المفتاح. كذا انزل هنا. لا 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 اختصار على طول، بدل ما اقعد انزل بروح واجي. الحق قدامي يجي الليل. امزح عادي. حتى لا جال يعني شيء. طيب خلاص هذا. باقي مفتاح انا ما ركبته. طيب لا لا كيف ارجع انا ذا خلاص اقفز على الجهة الثانية. حلو ها. طيب راح اطلع فوق هذا. ها بسرعة. الحين ما اقدر اصيح على الاربعة هذه في نفس الوقت، لكن هنا في مضخم للصوت كبر صوت. اسحبه اجيبه وين اجيبه وين. أنا لازم أفتح الباب هذا. طيب الباب هذا فتحت الحين. أصيح عشان يفتح لي الباب أول شيء، بعدين أجيب عند الأربعة هذه سوا. أصيح. كذا راح يفتح معايا. حلو. اطلع فوق
اتحرك هنا. اذا انفشق البيض انا ماني مسؤول. طيب راح كان بيطيح. طيب اجيب هذا المكبر حق الصوت واديه هناك، لان عندي هنا ثلاث فتحات وما عندي الا تمثالين، في تمثال متخبي فوق. طيب اذا راح يفتح معي التمثال اللي هناك، هذا هو كذا راح يرتفع معايا البرج هذا. الحين راح اتسلق الاغصان هذه عشان اطلع فوق واقفز على الجهه ذي، كذا يكون انا وصلت فوق. بعدين ايش اسوي؟ اح تطيح. طيب اطلع هنا يصيح على الكرة الكبيرة دي، كل الكور تكبر الصوت. اللعبة فيها خيال مرة رهيب. ما عندي وقت على طولك. طيب من وين انزل للحين؟ لا من هنا ما راح انزل. المفروض ان ننزل مع الفتحة ذي.
مدحم قابلة هذه. طيب أنا كيف أطلع فوق ذا الحين؟ نزلت من هنا بيموت. المفروض اطلع من هنا ما انتبهت. الحين خلاص باقي اللي هو المفتاح الاخير ذا. خلاص هذا آخر مفتاح، راح أحطه في التمثال وأشوف إيش يصير. أبوه مستني زي اللي كأنه يعلمه ولا يدربه كذا. الله، تحول التمثال للجسر. انا قاعد احرك اللي يشوف يقول اللي يشوف يقول كانه ماني قاعد احركه، كانه نهايه قصه ولا كذا. حلو الحركه، مره رهيب. هو كأنه يتهيأ له ان هذاك ابوه كذا، او انه حقيقي ما ادري، لكن ما ادري، احس انه كأنه يتهيأ له. طيب ذا الحين هنا الكورة ذي شو الفايدة منها؟
قال لك زي الساعة. طيب شو الفايدة؟ اقدر ادف فيها. ادف فيها كيف؟ طيب اها على الظل. طيب هذا الظل صح، يمكن هذا الابو قال لك الكبير. طيب هذا الابو، انا بوقف في الجهة الثانية دي واشوف. طيب نفس الظل بس صغير، راح اطلع فوق الثانية دي اشوف. اكتمل. يلا يا ولد روح لأبوك، يلا بسرعة. رهيبة مرة، حتى أماكن يوم يجري كذا رجولي بتضرب في الأرض يطلع منها زي الصقيع لأنها على ثلوج. تعال يا ابويا، تعال يا ابويا. لا يا ابويا لا تروح تسيبني. لا هذا الابو قلبه قاسي. طيب هذه بواب هنا. هذا مقفل، خلني اولع النار عشان اشوف الطريق. طيب هذه ها هذه آخر ها. حصل ابوه، يا سلام. طيب كيف اروح لابوه؟ كيف اروح لابوه؟ لا يغني بعد، فرحان يغني يوصل لابوه.
طيب من هنا ما في طريق راح اطلع فوق. هذا آخر الدرج كذا وصلت. ضرب راسه في الدرج. طيب الحين نحتاج ان نطلع فوق. والله ما غطى. هذه اللعبة ليش انا ختمتها؟ لانها لعبة حلوة، ما في عرب ختموها، ما في عرب كثير، واعتقد ما في عرب مرة نهائيا ختموها. انا ما ادري ليش، عشان يمكن اللعبة مو مشهورة. انا ما يهمني اللعبة مشهورة مو مشهورة، اللعبة اذا كانت حلوة راح اختمها، ما عندي اي مشكلة، مو لازم يكون في احد قبلي ختمها. طيب هذا اللي كان على ظهره على المشلح حقه. الحق يا ولد، الحق يا ولد، الحق يا ولد، لا يعميك البرد، لا يكسرك البرد. طيب